السلام عليكم. دلوقتي انا معاكم احمد فارس، كوفاوندر مجره كوركينج سبيس وكذا ستارت اب كده. معايا هنا كريم ابراهيم، كوفاوندر في ار باندا، وحاليا ستارت اب جديده ان شاء الله اسمها وينجز، ان شاء الله تبدا على خير. احنا النهارده في سوشيال ميديا داي، انا وكريم بس حابين نتكلم عن الستارت ابس او انتربرينور شيب او الكوميونتي بتاع الانتربرينور شيب في مصر، وليه الفكره ابتدت تنتشر، ليه الناس بدات تؤمن بيها اكتر. فاحنا بنتكلم على اهميه الستارت ابس، وليه وايه فائده الستارت اب اصلا بشكل عام للاقتصاد، وايه الفرق بين الستارت اب والانتربرينور والبزنس العادي. بالظبط يا كريم، اول حاجه عايزين نتكلم عليها ونعرف الناس بيها، ايه اللي يخليك انت كشخص ان انت تتجه تعمل في ار باندا، في حين انت كنت ممكن معاك بالفلوس اللي موجوده معاك ديت تقدر تفتح حاجه ثانيه تجيب لك ربح اسرع، وليكن كافيه مثلا. لكن ايه اللي يخليك ان انت تصرف فلوس ومجهود في حاجه لمجرد بس ان انت عندك باشون بيها او مؤمن ان هي هتبقى لها ريزلت وفاليو عند الناس؟ بشكل عام بيكون في اكتر من سبب بيخليني اعمل ستارت اب او ابدا في انترفنور، غير ان اعمل بيزنس عادي او ان اشوف وظيفه كويسه في مكان كويس. السبب الاولاني ان يكون في فكره، انا شايف في فكره كويسه قوي في دماغي، حابب ان اقدر نحقق بيها هدف، او هغير بيها بشكل كبير قوي في خطط الناس، في حياه الناس. انا لما بدات الفي ار بشكل كبير كان هدفي ان انا اقدر استخدم الفي ار ده في التعليم، واقدر اتطور بشكل كبير قوي في مراحل التعليم، بدل ما هي تكون حفظ وصم بس. لا، كنت عاوز اخد حته الفي ار من ناحيه اللعب والجيمز بشكل كبير، حته التعليم، وان ده يكون موجود بشكل بسيط وسهل على الناس. الفكره انك انت تقدر تعمل للناس حاجه جديده مختلفه، مش شرط محدش عملها قبل كده، بس تكون حاجه جديده على الناس، حاجه الناس بجد تستفاد بيها وتحبها، حاجه مختلفه، مش مجرد ان انا بعمل لهم حاجه موجوده في حياتهم مليون الف مره. طيب، موجوده في كل مكان. ده بيجيبنا لسؤال مهم، يعني واقع حاصل لاغلب الستارت ابس. يعني انا مثلا كان اول كووركينج سبيس بدات في العاشر او في الشرقيه، وانت اول يعتبر في ار كنت بادئ في اوائل الفي ار ما كان موجود في مصر. هل ده بيأثر بشكل كبير قوي على الـ على الـ على الستارت اب بتاعك، ان انت بيبقى فيه كونسبت جديد او في حاجه جديده بتحاول تفهم الناس بيها؟ هل ده بيساعدك ولا بيأثر عليك؟ بيبقى معوق ولا بيبقى حاجه كويسه؟ دي بتكون مشكله حقيقيه لاي حد عنده اي فكره جديده او اي ستارت اب او اي منتج جديد مش موجود في السوق، خصوصا ان انت بتبني السوق، بتبيلد السوق، وبتعمل احتياج عند الناس، انك تخلق ليك الموضوع صعب قوي، وخصوصا انك تقدر تاثر في ثقافه الناس عموما، وتقول للناس لا، ان المنتج ده والبرودكت اللي انا بقدمه ده دي حاجه كويسه ليكوا وحاجه هتفيدكوا. الموضوع صعب قوي، الموضوع شبه مستحيل، وخصوصا في الكوميونتي او في الناس هنا عموما في مصر، الناس متعوده على اللي هي عارفاه، ومتحاولش تجدد او تشوف الحاجات الجديده غير بعد فتره كبيره. فدي مشكله من ضمن الحاجات، الناس اللي هتبدا في افكار جديده صايعه محدش عملها قبل كده، هيكون قدامه عقبه اول مهم ان هو يحطها، ازاي نخلي الناس تحب الحاجه دي. لو قدر يعمل كده فهو قدر عدى شوط كبير قوي في مرحله الستارت اب بتاعه. بالظبط. كريم كلمنا اهو دلوقتي على ان ده معوق كبير جدا لما بتكون في كونسبت جديد او في برودكت جديده او في سيرفيس جديده بتقدمها وبتحاول تقنع الناس بيها. المزايا بقى او الحاجات المفضله ان انت اصلا تبدا فكره جديده بيبقى اكتر من حاجه. اول حاجه ان انت بالاساس انت بتنشر فكر، بتنشر فاليو معينه هتاثر في المجتمع بشكل كبير، وبتحاول تعمل لها سكيل او تحاول تكبرها على قد ما تقدر. الجزء الثاني بتاعها انت شخصيا بتستفاد، انك بيكون تحدي اكبر، وده بيفيدك انت كشخص انتربرينور او شخص عايز تكون رائد اعمال او بتسعى ان انت تكون رائد اعمال. يعني مش مجرد بس تعمل بيزنس، انت عايز تعمل بيزنس وتاثر اكتر كمان في المجتمع وتعمل تغيير. فبالفعل ده بيأثر فيك انت اكتر، بيخليك، لان ده بيبقى تحدي اكبر زي ما كريم قال معانا كده. فالتحدي الاكبر ده بيضيف ليك مهارات اكتر واكبر لما انت بالاساس تكون بادئ حاجه لسه في طور المعرفه، لسه الناس مش عارفه عنها، لسه الناس بتحاول تثقفهم بيها وتزود الكالتشر بتاعه الحاجه ديت. زي الانتربرينور شيب من اول ما ابتدى في مصر مثلا ككوميونتي، ممكن ناس كتير جدا بتمارس ده بس ما تبقاش فاهمه المصطلحات بتاعته او مش عارفه الحاجات بتاعته، بس تبدا تمارسه. طيب يا كريم، احنا دلوقتي عشان نقدر حد فعلا يبتدي ستارت اب، في ناس بتدور على وظيفه، في ناس بتدور على ان هو عايز يبدا بيزنس عادي، ايه اللي يخليه فعلا ان هو يبدا ستارت اب؟ يعني ايه الحاجه، ايه قلنا في ثلاث نقط كده سريعه، ايه اللي بيخلي واحد يروح يبدا ستارت اب؟ وفي ثلاث نقط برده ازاي يبقى يحط اول خطوات رجله عشان يبدا ستارت اب فعلا. انك تبدا ستارت اب، في اول حاجه ان يكون عندك فكره كويسه تقدر تقوم عليها الستارت اب،
انك يكون في تيم. مهم قوي التيم، التيم بشكل كبير بيمثل 80% من الستارت اب. في احصائيات كتير بتقول ان في ستارت اب كتير قوي بتفشل بسبب التيم. هي الجولدن رول بتاعت الاي ستارت. ثاني حاجه ان يكون في بلان كويسه وواضحه قوي، وبناء عليها يكون في برودكت كويس تقدر تقدمه للناس. البلان والتيم والايديا الفكره، دول الثلاث حاجات مهمين قوي لاي حد عنده فكره. لازم تكون الثلاث حاجات دول مكتملين مع بعض. في البلان طبعا كل التفاصيل بتحطها، التسويق هتجيب فلوس منين، تبدا منين، البرودكت بتاعك الانبوت والاوتبوت بتاعه هيروح فين، الحاجات دي كلها تكون موجوده في البلان بتاعك بشكل كبير قوي. خلاص احنا لحد هنا كده، هيبقى فيه ان شاء الله كلام اكتر بعد كده. ولو حد عنده اي استفسار او اسئله تخص الستارت ابس اللي احنا كنا موجودين فيها او بادئين فيها او شغالين فيها، ممكن تسالوا نقدر نجاوب عليكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والستارت اب بشكل عام، اي حد عنده سؤال حابب يسالنا او حابب يعرف ازاي يبدا فكرته، فيقدر يسالنا في الكومنتس بتاعنا. سلام.